المعمل بدل ما تاخد فيه 3 ساعات، لا احنا عايزين نقلل وقت المعمل نفسه. فانا هشرح لكم الجزء النظري بتاع تجربه السولار انرجي. دي تجربه عندكم من ال10 بتوع الترم الاولاني اللي هي السولار انرجي ب10 اقصاها يو 1 او جي 1. حد عنده جواب صح؟ هي جي 1 يا اما يو 1؟ يو 1. هي جنريشن او يوتيلايزيشن اللي هو التخصص بتاعنا، ساعات بيسموها جي ساعات بيسموها يو. السولار سيلز او الخلايا الشمسيه، السولار سيلز او الفوتوفولتيكس، الخلايا الشمسيه. الجزء ده مهم جدا جدا جدا، يعني لو ان شاء الله يعني لو انتم انترستد هحاول اعمل لكم جزء تاني في الخلايا الشمسيه. دلوقتي الشغل كله او الترند عامه اللي جاي في السوق دلوقتي بعد كده هو الطاقه الشمسيه، الخلايا الشمسيه كلها. السولار سيلز شكلها عباره عن ايه؟ هي في الاصل عباره عن بي ان جنكشن. بي ان جنكشن زي مين؟ زي الدايت بالظبط. الدايت ما هو الا بي ان جنكشن، يعني هي ماده عباره عن بوست تايب ونيجاتيف تايب. اللي مش فاهمين البوستيف والنيجاتيف في الالكترونكس، البوستيف هي ماده سيمي كوندكتور زي سيليكون او جرمانيوم او الارسنايد، اي ماده من دول سيمي كوندكتور. الماده دي بتتعلق ماده ثلاثيه زي الزنيخ وبيتبقى فيها حاجه اسمها الهولز الفجوات، بينما النيجاتيف تايب هي ماده سيمي كوندكتور بتتعلق ماده خماسيه. بيبقى عندك هنا في كارنت زي مين؟ زي الالكترونز اللي صوت الكونتر. الخلايا الشمسيه بوصل عليها اللود هاي ريزيستنس، بيبدا يتحرك الكرنت شكلها عامل ازاي؟ ركز معايا، دي منطقه الكونفليشن لير اللي هي المنطقه اللي فاضيه، المنطقه المعرضه في النص ديت، يبقى عندك هنا البولز وهنا الفري الكترونز وادي اللود. بالمنطق كده الهولز هحاسب عدد مين؟ الفري الكترونز. طيب لو احنا بنتكلم بالليل يستحيل تشتغل. ايه المسار اللي عندها؟ المنطقه دي في فيلد عكسها، يعني الفيلد زائد ده فوق وزائد ده تحت. فمانع ان الاثنين يتقابلوا، اكن هنا في منطقه ممكن اتخيلها اثنين واقفين عايزين يشوفوا بعض بس بينهم سور. ايه الحل؟ المشكله كمان ان هم منجذبين لبعض. فبالليل ولا عارفين يعدوا من هنا ولا عارفين يلفوا من هنا. لما بيجي الشمس الطاقه بتاعت الشمس على طاقه الفوتونز بتكسر الروابط ديت. هتبدا الهولز تتحرك بالمنظر ده وتروح لمين؟ للفري الكترونز. او ان الفري الكترونز هتتحرك بالمنظر ده وتروح الى الهولز، يعني داخل بيطلع لك الكرم في اتجاهها اللي هو اتجاه الشحنات الموجبه وعكس اتجاه الشحنات السالبه. لو جيت اقول لك الكوفلنت سيركت بتاعتها نشبهها بايه؟ ها شباب اسهل حاجه شبهوها بايه؟ بطاريه صح ولا لا؟ حاجه بتطلع دي سي كارنت. يعني ممكن نعتبر ان الخلايا الشمسيه ابسط شكل ليها او ابسط ايكوبلنت سيركت ممكن نعتبرها بطاريه معاها انترنال ريزيستنس. هذا الفولت بتاعها لو كان سي مثلا 5 فولت الانترنال ريزيستنس بتاعتها 1 اوم. دي الخلايا الشمسيه. هي اكزاكت هتلاقي ان هي عباره عن كارنت سورس برعت مع ريزيستنس، فرقت كتير؟ هي كارنت سورس بره مع ريزيستنس هي نفسها، فولت سورس سيريز مع ريزيستنس. طيب لو جيت قلت لك عايز اقسم الاي في كاركترستيك بتاعتها، هذا الكارنت وهذا الفولت، يا ترى شكل الاي في كيرف بتاعها عامل ازاي؟ يعني شكل الكارنت مع الفولت. هتسمع كلمه كاركترستيك كتير جدا في المشين، لان احنا بنتكلم على التجارب عامه. كلمه كاركترستيك في المشين لو مولد انت اللي يهمك خارج منه ايه؟ باور كهربائيه ولا باور ميكانيكيه؟ مولد باور كهربائيه. فتلاقي دكتوره حتى انا فاكر انت خدت الكلام دوت في الدي سي ماشينز حتى. لما يجي يقول لك عايز الكاركترستيك لجنريتور بترسم مين؟ الفولت والكارنت. بينما عايز الكاركترستيك لموتور التورك مع السرعه، التورك مع السرعه. نفس الكلام هي بالنسبه لنا از جنريتور هي بتطلع دي سي. فعشان كده لما اجي اقول لك عايز الكاركترستيك بتاعتها انا عايز اقسم شكل مين؟ الكارنت مع الفولت. هجيب هنا اميتر وهجيب فولت اميتر. اعلى فولت تاخده امتى؟
وهجيب فاريبل ريزيستنس اهو اللي هو ده لسه ما وصلتوش. فاريبل ريزيستنس ده اللود بتاعنا عشان اقسم مين؟ الاي مع الفي. هقرا كل مره هحرك الريزيستنس ليه، مش مشكله ريزيستنس كده، واعرف انت الكارنت وقيمه الفولت واسجل الفولت ريت على الجراف عشان اشوف الشكل عامل ازاي. اعلى فولت تاخده انت. يا شباب هو بيتاخد اهو. اعلى فولت. لو انا حطيت المقاومه دي انفينيتي هو من سيركت يعني الفولت هيبقى بكام والكارنت هيبقى بكام؟ خلينا بالارقام الفولت هيبقى بكام؟ 5. طب الكارنت؟ 0. طب انا حطيت المقاومه اس اي 4 اوم، حطيت انا مقاومه 4 اوم مسحت المقاومه كلها 5 اوم، 5 فولت على 5 اوم هيطلع لك الكارنت كام؟ 1 امبير. الكارنت هيبقى 1 امبير. طب الفولت؟ الفولتج ده هيبقى كام؟ محتاج تفهم. هيبقى 5 ناقص الفولتج دروب اللي هو 1 فولت، اول ما هيدي 1 امبير في 4 اوم كده هو هيدي كام فولت؟ 4 فولت. لو حطيت 1.5 اوم، لو حطيت 1.5 اوم يا شباب هتلاقي الكارنت 2 امبير. طب الفولت دي 1.5، الفولت هيبقى كام؟ 3. حطيت مثلا الكارنت او المقاومه زي 1 اوم، هتلاقي ساعتها لو دي 1 اوم الكارنت هيبقى 5 على 2 2.5، لكن الفولت طالع 2.5 اللي هو 2.5 امبير في كام؟ في 1 اوم. اخر حاجه لو حطيناها زيرو، زيرو يعني شورت سيركت، قفلت الخليه كده على نفسها. ايه اللي يحصل الكارنت؟ هيبقى الكارنت بكام؟ 5 امبير. لكن الفولتج كام؟ ايه علاقه الفولتج والكارنت؟ علاقه عكسيه. لو انت بصيت في الاتجاه ده هتلاقي الفولت عمال يقل، لكن في نفس الاتجاه ده الكارنت بيزيد. اذا اعلى فولتج ناخده من الخليه في حاله اللي هو من سيركت ساعتها الكارنت بكام؟ زيرو. فتلاقي هنا عند الفولت اعلى فولتج الفولت دي بنسميها بري اوبن سيركت والكارنت عند وسط. العكس صحيح، اعلى كارنت تاخده انت يا شباب شورت سيركت. لما يكون هنا دي شورت سيركت فده نسميه اي شورت سيركت اللي عندها بوتنشال زيرو. الكيرف بيبقى شكله عامل كده بالمنظر ده، علاقه عكسيه كلها بتزيد الفولت الكارنت بيقل، فده شكل الاي في كيرف، الاي في كيرف للخليه الشمسيه. طيب الايكوفلنت سيركت بتاعتها ليها اكتر من شكل. دي سمبليفايد الايكوفلنت سيركت، احنا قلنا التفصيل ممكن نكافئها بايه؟ ببطاريه معاها انترنال ريزيستنس، لكن الايكوفلنت سيركت بتاعتها سمبليفايد. الايكوفلنت سيركت عباره عن كارنت سورس تاثير البي ان جنكشن بيطلع لي هنا بشكل دايركت وعامل لود. ده كده بنسميه اي ال او اي شورت سيركت، لان انا لو عملت شورت سيركت كل ما عرف كارنت سورس يمسك اللود هيمسك اللود، عشان كده بنسمي ده اي ال او في نفس الوقت شورت سيركت كارنت. ال هو لايت جنريت كارنت، لايت جنريت كارنت يعني الكارنت اللي متولد من الضوء. دي كان دي ايكويشن بتقول ان الاي بيساوي الاي شورت سيركت اللي هو الكارنت ده ناقص الكارنت اللي ماشي طيب. بكام الكارنت ماشي طيب؟ من الالكترونكس اي وود اي او سي بي على في ثيرمال ناقص 1. الكارنت اللي يوصل الخلايا الشمسيه فعليا بيطلع لي، او الكارنت اللي راح للحمله من السيركت سمبليفايد الكورلنت سيركت. فالكارنت عباره عن اي شورت سيركت اللي هو الكارنت بتاع الكارنت سورس اللي هي الكارنت ناقص الاي لود بنسميه الريفرس او الداي ريفرس كارنت. صعب صعب ده ساتوريشن كارنت. تبدا الاي نود بتبقى صغيره جدا، فاكرين انتوا الكاركترستيك بتاع الدايت كلها عامل ازاي؟ هيبقى عندك الفولت بالمنظر ده مع الكارنت، لكن لما تتوصل ريفرسد بيمشي لحد الجيت داون. بيمشي كارنت صغير جدا اللي احنا تقريبا بنقول ان هو بيبقى اوبن سيركت. الكارنت ده احنا بنسميه اي نود. طيبته كام؟ بتبقى حاجه بالنانو امبير تقريبا. اي نود بتبقى حاجه تقريبا بالنانو امبير او على الاكثر بتبقى بالملي امبير. اتفضل.
استمع. الاكسترنج الفي هو الفولتج اللي موجود هنا. ده الفضل عن اللود فولتج. الفي ثيرمال كانت كي تي على كيو. ايه كده؟ فولتج مان كان اصلا ثابت فولتج مان. التي الابسولوت تمبريتشر بالكلفن الكيو شحنة الالكترون. اتفضل. ده دي سكرابة. دي سكرابة. مش سامع. لا هو هقول لك على حاجة. الكرنت الدايود فرق يعني في فرق مهم قوي ما بين الدايود وما بين الخلية الشمسية. الدايود يا شباب بيسموها الفيرست كوادرانت. يعني شغالة في الربع الأول. لو جينا رسمنا الفولت مع الكرنت تبقى أون في مين؟ في الربع الأول. طب سؤال هو الكرنت في الدايود في الحلقة هتمشي إزاي؟ يفرق كده صح؟ بينما لما رسمنا الخلية الشمسية وقلنا ده بوزيتيف وده نيجاتيف الكرنت مش ازاي في اللود؟ الهولز طلعت في الاتجاه ده او ان في الكترونز يبقى الكرنت ماشي هنا. الكرنت ركز هنا جوه الدايت نفسه جوه الخلية الشمسية ماشي ازاي؟ اهو لو احنا رسمناها نعملها المنظر ده. الدايت جوه الخلية الشمسية في الاصل بيمشي العكس. الخلية الشمسية عكس الكرنت عكس الدايت العادي. هي شبه الدايت لكن بيسموها في الربع بقى. حتى لو انت جيت رسمتها ده الكرنت وده الفي ده الربع الاول صح؟ ده الربع الثاني الثالث ده الرابع. هي اكزاكت دايركت كده. لو انا كملتها لك هتلاقي في الساتوريشن الجامد كله. الكرنت بتاعها عكس ريفرس. شايف الاي في اللي انا رسمتها جديد؟ هي نفسها لكن استنتجناها من شويه. فدي هي شبيهه بيها لكن في فرق. الكرنت هنا اتفضل. هو عايز تعمل يعني؟ ماشي ما هو الكرنت اصلا من ملي امبير يعني. فمش هنعمل ان انا امبير بالنسبه لي. دكتور اتفضل. البي تي دي اسمها يعني اسمها ايه؟ البي تي دي ثيرمال فولتج اسمها ثيرمال فولتج. اعتقد درستوها في الالكترونكس سنه اولى كانت بتساوي 25 ملي فولت عن درجه حراره الغرفه اللي انت فاكرها. هي 25 ملي فولت او 26 ملي فولت على حسب كنت بتدرسوها كام. فالبي ثيرمال اللي هي الكي اللي هو فولت سبان كونستانت ثابت فولت سبان. التي هي الابسوليوت تمبريتشر، الكيو هي شحنة الالكترون. ده الايكوفلنت سيركت بتاعها سيمبليفايد. طب الاكزاكت؟ لا طبعا. زي ما قلنا انت قلت لي من شويه ان في انترنال ريزيستنس فالاكزاكت ايكوفلنت سيركت بنعبر عن الفقد في الكرنت ببارا ريزيستنس. وبنعبر عن الفقد في الفولتج بسيريس ريزيستنس. فشكلها عامل ازاي؟ نفس الكلام هنا برضه. ده الهاي شورت سيركت. هذا الدايت او الخلية. في هنا شنط ريزيستنس وفي هنا سيريز ريزيستنس. دي ار شنط ودي ار سيريز. وده الفولت والكرنت اللي موجود من الخلية. هذا الفولت وهذا الكرنت. دي اللي احنا بنسميها الاكزاكت الايكوفلنت سيركت للخلية الشمسية نفسها. تعبر عن ان مش كل الكرنت ده رايح للود. في جزء في فقد في التيار نفسه. حطينا مكانها مين؟ شنط بحيث ان يبقى في جزء مستهلك جوه الخليه نفسها وفي فولتج مش كل الفولتج خارجي. في فولتج دروب هيحصل عشان كده عوض عرب مين؟ بار سيريز. تصبح المعادله اسوء شويه. لو جيت سالتك على الكرنت حد يقدر يكتب المعادله بتاعتها؟ يا شباب هتلاقي الكرنت في اللون هو الاي شورت سيركت. الاي شورت سيركت اللي هو لايت جنريت الكرنت. ها ناقص مين؟ ناقص الكرنت اللي مبقاش في الدايت اللي هو بكام؟ ها اي نود اي اس ناقص واحد. ناقص الكرنت اللي هينزل في مين؟ في الار شرطه انا بتكلم عن عرض التيار. فاكزاكت الكرنت بتاعنا هيساوي اي شورت سيركت ناقص اي نود اي اس كام؟ ناقص واحد. وفي كرنت كمان اللي هو الفولتج اللي هنا مقسوم على مين؟ على الشرط. الفولتج مقسوم على الشرط. ايه علاقه الفولتج اللي هنا سواء اللي موجود على الدايت اللي هو البسط ده او في نفس الوقت موجود على مين؟ بالفولتج بتاع اللود. هو نفسه فولتج اللود بلس اي في ار اس وادي الفيشر. هنا نفس الكلام الفولت بلس اي في ار اس. طبعا
ليه؟ انت عايز تجيب الكاونت. ده انت هتلاقي هنا الكاونت اهو. والكاونت ده موجود جوه المعادله، بتتبسط هنا، وموجود في المعادله. فلما نيجي تحلها تحلها باي طريقه دنيا. اسهل حاجه ترايل اند ايرور. اسهل حاجه ترايل اند ايرور. يعني مفترض مثلا هتقول لي دي سيرفر بكام؟ كي تي اي كيو والار شانت معروفه فبراكتيكال في حدود من 5 دولار يوم. بينما الار سيريز دي هتلاقي مثلا في حدود 0.01 0.02 ارقام صغيره جدا. لكن الار شانت بتاكد از اوبن سيركت. يعني الابروكسيمت بتاعها كمان الار شانت بكام؟ اوبن سيركت بالنسبه لنا، بينما السيريز احتمالها شورت سيركت. الفيد بين الاي الار سيريز على الار شانت. تيجي مثلا تحط لي الكارت بنص امبير وعوض المعادله دي كلها. لو طلع نص امبير يبقى المعادله اتحلت. لا لو طلع بوينت 4 تعمل ايه؟ اخد البوينت 4 وعوض بقى بالمعادله دي كلها. لو طلع ده بوينت 4 اتحلت، طلع بوينت 4 2 تعمل ايه؟ اخدها واقعد اعوض فيها ترايل اند ايرور بالمنظر ده لحد ما الاقي رقم لما اعوض بيه هنا عن الكارت يطلع لي قيمه الكارت. لكن ديت هي المعادله الاساسيه للخليه الشمسيه. دي المعادله الاساسيه للخليه الشمسيه. نفس الداتا دي الار شانت دي الار سيريز ده الكرنت بتاع اللود ده الفولتج اللي موجود على اللود ده البي ثيرمال ده تايب ريفرس كرنت او ده ساتوريشن كرنت. لحد هنا في مشكله؟ يا شباب لحد هنا في مشكله؟ اتفضل. انا المفترض في الخاص الفولت اللي موجود على التايب الفولت بقى ايه علاقه الفولت اللي البي اللي كانت هنا جبتها دي على طول لان البي بتاع اللود هو نفسه اللي بيطلع جنبه. على الطيب مش عارف الكلام ده انت عارفين معادله بتاعت الهاي ريفرس نفسها الطيب ده برضه الكلام بتاعه اي نود اي اس بي على دي سيرفر ده صح. ده الكلام بتاع الطيب اساسا. ده التعريف بتاع الكلام الطيب. طب لو حطها المنظر ده انهي فولت؟ الفولت اللي على الطيب الفولتج اللي على الطيب. هنا نفس الكلام لو الفولت على الطيب ده كان فيه بتاع اللود. انما هنا الفولت على الطيب ايه علاقه الفولتج اللود؟ فولتج اللود بلس الدروب اللي هنا اللي هو الاي بتاع اللود مضروب فيه الارس. ماذا تعمل حاجه اسمها في شنط ودخل لك المعادله فيها بتعريف جديد؟ لا هي في بلس ار اس. شكل الكيرف عامل ازاي؟ اتفضل. مش سامعك. استنتاجها في الماجستير ان شاء الله تفضل. يعني الاجابه منين؟ عشان اثبتها لك في الاخر اثبت لك نفس الشكل. تقريبا لكن فهي عشان في الاصل دي ان جونشن اكيد مش هتاخده من الباور الكونكس فهتلاقي فيها ضايع. شكل الكيرف اكزاكت يا شباب عامل ازاي؟ شكل الكيرف اكزاكت. الكيرف لو جبت قسمت الاي مع البي تقريبا الكيرف هنا طبعا الاي اعرف كام هو مين؟ تقريبا الكيرف بيفضل ثابت لحد اول كومن سيركت بينزل. يعني اقرب من شكل المستطيل قريب قوي من شكل المستطيل. طب لو عايز ارسم الباور اللي خارجه منه وهدفك هو الباور. لو عايز ارسم الباور يا شباب لو عايز ارسم الباور الباور بتساوي ايه؟ الفولت في الكرنت. الباور بتساوي الفولت في الكرنت. ليه؟ لان دي سي فولت في كرنت. عند اول نقطه الباور بكام؟ يا شباب زيرو. ده الاي في ده كده الاي في كاركترستيك ده كده شكل الكرنت مع الفولت بتاع الخليه الشمسيه. على فكره لو انت عوضت بارقام في المعادله الاكزاكت او حتى في الابروكسيمت هيطلع لك الكيرف ده اكزاكت مرسوم. انا شبهت لك في الاول ازاي نستنتجها، لكن المفترض انك تعوض المعادله. حط الفولت بصفر، حط الفولت بواحد بنص بربع لحد ما توصل لاعلى قيمه للفولت. في مشكله حد هنا؟ هو اللي عارف كده ده الباور ولا الباور؟ ازاي اوصل لاعلى قيمه للباور دي؟ طيب احنا رسمنا ده حتى عمليا انت لما تيجي تاخد مقاومات من صفر لحد انفينيتي هل هتاخد من صفر لانفينيتي هتاخد كام نقطه؟ يعني تحط المقاومه في صفر اللي هي شورت سيركت وتعمل مقاومه اوبن سيركت في النص هتاخد كام نقطه؟ نقطتين ثلاثه 10 عشان يبقى الكيرف مور اكيوريت. لكن هل يعقل انك بالحظ هتاخد النقطه اللي كان عندها الماكسيمم باور؟ لا انا ما اعرفش هي فين. اصبروا عليا في الحته التانيه. طيب الخليه عامه الفولت اللي طالع منها قد ايه؟ وبنوصفها ازاي؟ دي حاجه كويسه ده التوصيف. الفولت اللي خارج من الخليه قد ايه؟ انا عندي بتلاقي الفولت بتاعها السل الواحد سل هتسمع حاجه اسمها سل، حاجه اسمها موديول، حاجه اسمها اري. سل انا بتكلم على السل.
عندك الريت الفولتج. الكرنت لا هتلاقي الكرنت في الفيلا هتلاقي السيل الفولت بتاعها قليل جدا والكرنت برضه قليل. فلو انت عايز مثلا تطبيق زي مثلا انت بتعمل دائره الكترونيه شحن بطاريات فعايز مثلا دائره 12 فولت تعمل في السلة ده؟ ها شباب تعمل في السلة ها بنوصلها سيريز مجموعة من السيريز مجموعة من السيريز تكافئ حوالي 18 أو 36 خلية 36 سلة من سيريز علشان تحصل تقريبا على 12 فولت ده كده 36 سلة لوحدين ان سيريز دي اللي احنا بنسميها موديول اسمها ايه؟ موديول يعني الموديول كام سلة؟ 36 وبعض الشركات بتصنعه 33 يعني عايزين نكتبها اكزاكت الموديول لما تشتريه بتلاقيه موجود من 33 سلة الى 36 سلة. طب ليه ما اشتغلناش بالسلة نفسها؟ الباور بتاعته ضعيفة جدا كتطبيق مش هعرف استخدمه. لو عايز اشغل بطاريات عايز اشغل دوائر مثلا حريق ولا حاجه انا محتاج 12 فولت اقل حاجه. طب ازاي 12 فولت؟ دي تقريبا بتطلعك من 33 ل 36 12 فولت ومحدش يقعد يحسبها بقال نص من شويه لما حط 36 فولت يطلع كام؟ عشان كده بعض الشركات بتشيل ثلاثه بتخلص ثلاثه في النص. النص ده ما تحلمش بيه. فده النص اللي مكتوب على مين؟ على السلم. ولسه هنتكلم ايه اللي بقى موجود على السلم؟ ايه اللي يهمني؟ اوريك الصور بتاعتها وازاي بنصمم بيها؟ ده كده اسمه موديول. ده ما يمنعش ان في بعض الموديول بيحطوا 36 سيريز برقل مع 36 سيريز. ده عشان يضاعف الضرب ده. ده برضه موديول، مفيش موديول ثانية. الموديول اما 36 سيريز او مجموعتين بس 36 و 36 زي ما تلاقي بعض الشركات بتخليها 33 لان 36 صراحة بيدي حوالي 13 فولت وشوية. فبيشيلوا منهم ثلاثة بيخليك 33 فرق مع 33 ده اسمه موديول اللي هو ده سلم. طب انا عايز تطبيق عالي شوية 24 فولت مثلا إضاءة حمام سباحة مثلا ولا حاجة أو إضاءة شوارع عايز 24 فولت تعمل فين؟ ساعتها بنستخدم بقى باسم الأري. ساعتها بنستخدم اسم ايه؟ الأري. ايه الأري ده يا شباب؟ مجموعة من الموديولز مجموعة من الموديولز سواء وبرد. التطبيق بتاعك بقى هذا الموديول الموديول ده انا بقدر اتعامل معاه ده 12 فولت طب انا عايز 24 ها حط اثنين ايه؟ ان سيريس بس انا عايز 5 امبير تلاقي نفسك مثلا حطيت سي مثلا بتاع 10 فرق عشان تقدر تطلع منها ب 24 فولت و طيب الخلايا الشمسيه السبيسيفيكيشن بتاعتها بتتبسط ازاي الخلايا الشمسيه؟ طيب 150 واط بس ايه كلمة اس دي سي؟ اولا دي سي ده اللوح بتاعها دي سي يعني دي سي باور دي سي يعني طلعها دي سي باور مقدارها كام يا شباب؟ اس دي سي ستاندرد تيست كونديشنز وما تحلمش بالقيمة دي ستاندرد تيست كونديشنز ستاندرد تيست كونديشنز انا موجود السبت اللي جاي في الكلية لو حد برضه عايز ينزل المعمل ممكن اوريه الحاجات دي كلها. انا متوجه السبت معظم اليوم. ستاندرد تيست كونديشنز الخليه دي ايه ستاندرد تيست كونديشنز ديت؟ ستاندرد تيست كونديشنز معناها درجه حراره السل 25 التمبريتشر بتاعت السل 25 درجه سليزيوس ما قلتش درجه الجو درجه حراره مين؟ السل السل نفسها. لو انت خليت لي درجه حراره السل 25 اضمن لك ابو كام؟
وعند سولار راديشن سولار راديشن واحد كيلو وات للمتر مربع. ايه سولار راديشن ده؟ بتتوصف يا جماعه بتاعت كلمه بنقول عليها سولار راديشن. اسمها ايه؟ سولار راديشن. السولار راديشن ديت اللي هي تقريبا 1 كيلو وات للمتر المربع، ده اكبر رقم موجود على كوكب الارض. 1 كيلو وات للمتر المربع، يعني ما جتش مساله قلت لك حل المساله عند 2 كيلو وات للمتر المربع، يبقى الراجل ده بيتكلم بره غلاف الجوي. يعني مثلا على كوكب عطارد مثلا. الباور اللي جايه من الشمس، تخيل ان الشمس الباور اللي جاي منها بتطلع كام؟ 1 كيلو وات يا شباب. يعني من الاخر لو انت عايز تاخد منها 1 كيلو وات 1000 وات تجيب خليه مساحتها قد ايه؟ متر مربع. 10 متر مربع تاخد منها 10000 وات 10 كيلو وات. طيب هسالكم سؤال تاني، هل السولار راديشن ده اولا ده احسن واعلى قيمه سولار راديشن بتبقى امتى تقريبا؟ يعني من اول ما الشمس بتطلع لحد ما بتغرب بتكون الباور بتاعت الشمس هي 1 كيلو وات متر مربع؟ لا، قلنا اعلى حاجه على كوكب الارض هي 1.4 عند الغلاف الجوي، 1.4 كيلو وات متر مربع. احنا شغالين هنا على كوكب الارض 1 كيلو وات دي عند الظهر. مش اول كلمه ممكن تستغربوها شويه، عند الظهر الشمسي بعد صلاه الظهر، يعني مش 12 الظهر. الظهر 12 ل 5 يبقى هو 12 ل 5 بالظبط. ساعة ما تكون الشمس فعلا عمودية بالظبط. بيسموه الظهر الشمسي. اللي هي بنصلي عليها صلاة الظهر. توقيت الشمس، وأنا فاهمين حاجة. بتحصل عند مين؟ 1 كيلو وات. طب أثناء اليوم كله، أثناء اليوم كله. إيه اللي بيحصل للسولار راديشن؟ لو جينا بصينا على السولار راديشن هتلاقيه عند الشروق. آدي السولار راديشن اللي احنا بنسميه اس. دي كده كلمة سولار راديشن. تلاقي عند الساعة مثلا 5 الصبح أو 6 الصبح الشمس بقى تطلع بقى صوره ليش يقعد يزيد بالمنظر ده لحد الظهر تقريبا عند الساعه 12 قرب الساعه 12 قبلها بربع ساعه بعدها بربع ساعه بتوصل قيمه الواحد كيلو وات للمتر المربع. وبعد كده بيحصل له بيقل لحد المغرب، عند المغرب قرب الساعه 6 مساء تلاقي تقريبا انعدمت الباور اللي جايه من الخليه الشمسيه. يعني لو جيت رسمت الاي في كيرف للخليه يطلع شكله عامل ازاي؟ عايز اعرف تاثير السولار راديشن على الاي في كيرف. انا كل ده عشان افهمك ايه كلمه دي. يعني انت تاخد 150 وات هتمر حاجتين، ايه هما؟ درجه حراره السلم ما تزيدش على 25 تبقى 25. طب لو قلت مصلحه وهتفهمها كمان شويه. انا اللي يهمني الضوء نفسه. الضوء يعني لا على فكره درجه حرارتها كل ما بتزيد هنعرفها كمان شويه دي سيئه جدا للخليه. يعني يهمني ان الخليه تفضل متعرضه طول اليوم للشمس لكن درجه حرارتها مالها. طب لو درجه حراره السل قلت عن 25 تاخد باور اعلى. يعني لو قدرت مثلا لو انت مثلا في المعمل احنا حاطينها فوق جهاز تكييف. على طول جهاز تكييف على طول مسقع الخليه نفسها فبتاخد باور عاليه جدا. تاني حاجه لازم يكون الصوره مش كامله. 1 كيلو وات اللي هو ما عادش فيها. طول اليوم الصوره بتقل وبتعلى تيجي عند فترات النهار بتكون اعلى قيمه ليها اللي هي فتره الضوء. لو جيت رسمت تاثير السولار راديشن، السولار راديشن على الاي في كيرف هذه الخليه الشمسيه، يا ترى ايه تاثير السولار راديشن على الاي في كيرف؟ باللوجيك كده كل ما الباور جالك من الشمس تزيد، ايه اللي يحصل للباور ممكن تقول لي؟ يا شباب كل ما الباور جاي من الشمس نفسها تزيد، ايه اللي يحصل للباور بتاع الخليه اللي طالعه لك؟ هتزيد. طب التاثير بيبان ازاي؟ لو جيت بصيت هتلاقي الكيرف ده مثلا 200 وات للمتر المربع اللي هو تقريبا بعد الشروق بساعه وقبل الغروب بساعه. تكون الصوره ريشن حوالي 0.2 كيلو وات 0.2 كيلو وات. تقعد تزيد لو زادت مثلا ده 400 وات للمتر المربع الاي في كيرف بتاعك بقى زاد، يعني قيم الباور اللي انت هتولدها هتزيد.
لو قعدت تزود المنظر ده هتلاقي مثلا بقى واحد كيلو وات للمتر المربع كسرعة ديشن. فباتجاه زيادة السرعة ديشن اللي بيحصل قيمة الباور بتزيد. عمليا الكرنت بيتناسب مع السرعة ديشن. يعني ايه؟ لو السرعة ديشن دلوقتي نتكلم على ساعة العصر بحدود 500 وات للمتر المربع زي دلوقتي 500 وات لمين؟ تلاقي الكرنت اللي خارج منها سي 2 امبير. طب لو جينا ساعة الظهر الكرنت خارج منها هيبقى 4 امبير بيتناسب مع ساعة الظهر يعني وصل ل 1000 وده 500. لو السرعة ديشن اتضاعف الكرنت بتضاعف بينما الفولت ما بتأثرش قوي. يعني الفولت تقريبا كونسر هتلاقي لازم النقط جنب بعضها تأثيره على الفولت مش قوي قوي لكن الكرنت بيتناسب معاه. إذا بزيادة السرعة ديشن المحصلة إن الباور مالها؟ هتزيد الباور هتزيد. مش سامعك. هو الكرنت لما بيزيد دي مصلحه بالنسبه لك كباور لكن الفولت ضرب جوه بيزيد فبتلاقي الفولت بيفضل ثابت يعني مع زياده الكرنت الفولت ضرب هيزيد طبعا. عايز طب شويه بالله عليك مش سامعك. الفولت بيفضل هيطلع دي مش محتاجه تلاقي فرنجة اتنين فقلنا السيلفر في نص فولت. الموديول بيبقى 12 ستاندرد 12 بكده العام 12 في مشكلة هنا؟ طيب يبقى الموديول ثواني يا شباب الاسبيسيفيكيشن بتاعته في الريت وسط خلايا شمسية أول حاجة أهم حاجة أنا بعرف اسم الريت باور أو الماكسيمم باور هما الاثنين واحد الريت باور أو الماكسيمم يعني موجود على الخلية مكتوب 150 واط بس ركز معايا ده اللي كده جنبها اس تي سي دي سي ليه؟ لأنها تأثر في السل والسولار ديشن. طب إيه تأثير درجة الحرارة؟ سيبك من السولار ديشن، السولار ديشن بالنسبة لنا مصلحة، كل ما هيزيد الباور هزيد، لكن درجة الحرارة إيه تأثير درجة الحرارة؟ التمبريتشر إفكت. لو أنا رسمت الكيرف ده وجت زادت درجة الحرارة زيادة درجة الحرارة ده كده اتجاه زيادة درجة الحرارة زيادة درجة الحرارة. ايه اللي بيحصل للجهد؟ مين للأسف كل ما تزيد درجة حرارة السل نفسها أنا يهمني تتعرض للشمس طول النهار بس درجة حرارة عملها قليلة كل ما بتزيد درجة حرارة السل الفولتج بيقل الفولتج بيقل. طب ما هو الكرنت بيزيد لكن الفولت بيقل برينج الفولت يعني يبقى 5 ينزل 4 ينزل ل 3 طب الكرنت بيزيد بالملي امبير المحصله ان الباور هيحصل لها ايه؟ هتقل ركز معايا شوف يا باشمهندس الرسمه دي جت ازاي او التاثير؟ انا اديت لك المعادلات الاصليه بتاعتها تقدر تعوض مش في حاجه اسمها في ثيرمال فانكشن في التمبريتشر ارسم المعادله ثبت كل حاجه وارسم التمبريتشر 10 درجات سيلز 20 30 40 وارسم المخلاه خليه يعوض ويرسم الكيرف ده هتلاقي نفس الكيرف ده بيطلع هتلاقي المحصلة بزيادة التمبريتشر للأسف الفولت بيقل الكرنت بيزيد المحصلة من الباور بتقل كام تقريبا؟ الباور بتقل تقريبا نص في المية لكل درجة سلسة زيادة فاهمين دي يعني ايه؟ تاني كل ارتفاع في درجة حرارة الخلية عن ال 25 بمقدار درجة واحدة بس بتقل هي الأول بتاعها بيقل بمقدار قد إيه؟ تخيل هي مكتوب عليها 100 واط لو درجة حرارة السلة 25 طلع 100 طب لو 26 99.5 هل هتقل نص في المية لو زادت ل 27 يطلع لك 99 واط يعني زاد درجتين وهي بتقل نص في المية لكل درجة سلسلس الفولتج بيقل 0.38 في المية لكل درجة سلسيوس بس الكرنت بيزيد 0.05% لكل درجة سلسيوس الأرقام دي تقريبا عملية وهي أقرب أرقام هتيجي تقول لي أنا شفتها قبل كده في خلية 0.37 مش فارقة أوي الفولت بيقل حوالي 0.38 تلت في المية لكل زيادة درجة الباور بتقل نص في المية لكل زيادة درجة بينما الكرنت بيزيد 0.05 لكل زيادة درجة حرارة.
نرجع تاني. ده البي ار. ايه الكلام اللي مكتوب على الخليه؟ وانا بوصف الخليه. انا هفوق شويه. الفي ار اوبن سيركت. تاني حاجه مكتوبه على الخليه لازم يقول لي اوبن سيركت فولت. 27 فولت، 12 فولت، 13 فولت على حسب هي 24 الري ولا موديول على حسب الشكل بتاعها. بس الفي اوبن سيركت. الهاي شورت سيركت. الاي شورت سيركت لما باجي اشتري الخليه تلاقي في حاجه اسمها عليها بي ريتد، تلاقي بي ماكس، تلاقي مكتوب عليها في اوبن سيركت، مكتوب عليها اي شورت سيركت، مكتوب عليها بي ريتد. ايه المقصود بالبي ريتد دي؟ وساعات بيسموها بي ريتد وساعات بيسموها هي مش الماكسيمم فولت، اعلى فولت هو مين؟ بي ماكس مقصود بيها الفولت اللي عنده الماكسيمم باور. دي بنسميها بي ماكس. الكارت اللي وصلها برضه بنسميه اي ماكس او اي ريتد. في ريتد او في ماكس، الماكس دي مش اعلى فولت، اعلى فولت مين؟ اللي هو من سيركل فولت. نفس الكلام في هنا الاي ريتد او الاي ماكس. ادي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. في حاجة اسمها ان او سي تي نورمال اوبريتنج سيل تمبريتشر. اسمها كده نورمال اوبريتنج سيل تمبريتشر. الخلايا الشمسيه او الموديول لما اجي اشتريه بقى عليها عليه 6 داتا. كام داتا؟ 6. الماكس اوف فاكر منه الفي اوبن سيركت الاي شو سيركت كل الداتا اللي هحتاجها في التصميم. الان مكتوب عليه الفي ار اللي هو الريتد فولتج. انهي فولت ده؟ اللي عنده الماكسيمم باور. اللي عنده مين؟ الماكسيمم باور. اي ار اللي هو الكارنت الماكسيمم. مش فاكرين كده؟ الفولت اسمه ايه؟ في اوبن سيركت والكارت اسمه ايه؟ اي شورت سيركت. دي الماكسيموم باور. ده كده الفي ماكسيموم او الفي ريتد. دي الفي ماكسيموم او الفي ريتد. الكارت برضه اللي قصادها اسمه الاي ماكسيموم او الاي ريتد. يعني لو انت عايز تسال عند ماكسيموم باور هنا الفولت كام والكارنت بكام؟ دي فيها مشكله؟ يا شباب. طيب ده كده التوصيف بتاع الخلايا الشمسيه. ال ان او سي تي نورمال اوبريتنج سيل تمبريتشر تلاقي مثلا حاجه كده مكتوب جنبها 47 درجه سليزيوس. 47 درجه سليزيوس. تعريف ال ان او سي تي هو درجه حراره الخليه. ده كده درجه حراره الخليه لما يكون دي امبيلت 20 والسولار ريديشن بوينت 8 كيلو واط في المتر مربع. حاجة أنا كله شغال بيها. ده عشان تعرف درجة تأثير درجة حرارة. ركزوا معايا. هقولها بالراحة. الـ NOCT ألاقي مكتوب حاجة كده على الخلية اسمها NOCT كام مثلا؟ 47 45 وات ايفر يكتب زي ما هو عايز. إيه الرقم ده؟ إيه الرقم ده؟ الرقم ده يا شباب بيقول لي درجة حرارة الخلية. يعني عايز أقول لك كده إن الخلية في درجة حرارتها كام؟ 47. دي كارثة طبعا. أنا جريت عن كام؟ عن 25. لو درجة حرارة كام؟ 20 وصلت عشان كام؟ بوينت 8. إيه العلاقة؟ المعادلة بتقول لي درجة حرارة السل بتساوي دي أمبيانت بلس إن أو سي تي ناقص 20 مقسومة على بوينت 8 مضروبة في السولار راديشن. ده كده كيلو واط متر مربع. كده يا شباب يقول لك درجة حرارة الخلية الشمسية، درجة حرارة الخلية الشمسية دايما بتساوي تي امبيال درجة حرارة الجو بلس الفاكتور المهم جدا اللي مكتوب على الخلية يهمني يكون رايق صراحة. ان او سي تي ناقص 20 مقسوم على بوينت 8 مضروب في اس الكام؟ وحدتها كيلو واط في المتر مربع. لو انا قلت لك اتفضل ايه؟ السي دي اللي هي سولار ريديشن. لو جيت قلت لك درجه حراره الجو دلوقتي درجه حراره الجو دلوقتي 20 والسولار ريديشن بتاعنا بوينت 8 يا ترى درجه حراره السل كام؟ يا ترى درجه حراره السل كام يا شباب؟ 7.
5 كيلو وات كفايتها مثلا زي 12% او 10% عشان نسهلها يطلع لك كام؟ 500 وات. يبقى انت هتستفيد هنا 500 وات. جه شويه طلاب اتجمعوا هنا على الخليه قللوا لي مثلا من الاريا 20%، ايه اللي هيحصل؟ الاريا قلت يبقى الباور اللي داخله هتقل وبالتالي الباور اللي خارجه هتقل. عشان كده بيطلب دايما صيانه، دايما بيطلب صيانه. يمكن شركه في صيانه للمحطات مسكتها شركه، يعني يا ريت كنتوا اللي كنتوا مسكتوها صيانه بس تمسح التراب. ب 2 مليون هتاخد من الحكومه 2 مليون دولار شهريا. هتمسح حوالي 1500 خليه. لو اشتغلت بالابروكسيمت سيركت فعلا تنعدم.
السيركت اللي هي الرخمه اللي فيها المقاومتين دي هتقول لك لا انا مش تنعدل. امال هتعمل ايه؟ لو عندي ان سيلف ده بيولد في وده بيولد في طبعا كلهم في نفس البولاريتي بالمنظر ده لحد الخليه دي مفترض يطلع لي الكور هنا كده. ردوا عليا ها هنا في الفي ممتاز جدا. طيب يا باشمهندس انا عندي 100 خليه هي للاسف هتبان لك في المعمل بصوره سيئه. افهم الكلمه دي بعد 5 دقايق من دلوقتي. لو عندي ان سيل كل واحده مولده في مفيش اي مشكله المفروض يطلع لك كام؟ ان في. جيت عملت شيدنج على واحده ايه اللي هيحصل؟ دي عليها شيدنج بالمنظر ده. انت متهيألك ان الكارنت فيها نزل الصفر صح؟ لكن هي الكارنت سيركت بتاعتها في الاصل هي كارنت سورس معاك الكارنت سورس بكام دلوقتي؟ زيرو. في هنا ريزيستنس انا اسف في هنا ريزيستنس باين في هنا ريزيستنس مالها زيرو ده براكتيكال. اللي بيحصل ان هي نظريا لما احنا حطينا الار دي بانفينيتي هنا طلع ايه؟ كارنت سيركت. لا عمليا دي 7 اوم خلاص مفيش كارنت ماشي فوق. فاللي هيحصل ان برضه هيمسك كارنت هيمشي مين؟ هيمشي مين يا شباب؟ كارنت. لكن هيحصل فولتج دروب ده حالي جدا. هيحصل فولتج دروب يعني مثلا لو انت بتتكلم هنا على 10 خلايا الواحده مطلعه 10 فولت في الحاله العاديه كان فيه كام فولت؟ هنا ممكن تلاقيه نزل 70. ليه ليه ليه؟ اصل انت مش خسرت جهد واحده انت المفروض دلوقتي خسرت واحده تقول لي يطلع 90 صح؟ لا ده هتاكد اسبيت يعني هجيب